في محافظة الأقصر أقيمت بمكتبة مصر العامة بالأقصر ندوة تثقيفية عنوانها المجتمع المدني ودوره في التنمية. حاضر فيها السيد سمير حجازي رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات، والسيد محمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، والسيد منير العماري رئيس جمعية الهلال الأحمر، وبعض رؤساء الجمعيات الأهلية بالأقصر. من الأقصر تفاصيل أوفى مع الزميلين محمد الباروكي وإيمان حسن. المجتمع المدني ودوره في التنمية كان عنوان الندوة التوعوية التي أقيمت بالأقصر. تناولت التعريف دور الجمعيات الأهلية في تقديم الخدمات للمواطنين، ماهية إدماجهم في المجتمع، نشر ثقافة التطوع، وكيفية إعداد وتنفيذ خطط التنمية. احنا دايما بنعمل اللقاءات دي بين كل وقت من التاني بين مع الجمعيات المؤسسة الاهليه ومحافظه الاقصر لتوضيح بعض النقاط الغافله عن بعض الجمعيات وللتحاور معاهم وفي المشاكل بتاعتهم والمشاكل الخاصه بيهم في المشروعات التنمويه اللي بتقوم بيها الوزاره اللي بتسند للجمعيات، في برضو مشروعات الانشاء الجديد في حياه كريمه بيسند لبعض الجمعيات الاهليه، فبنوري الجمعيات الاهليه دورها في حياه كريمه وفي المشروعات المتوقع الاسناد عليها اول ما نستلم ان شاء الله المقرات. فطبعا ده زي لقاء تنشيطي تحفيزي للجمعيات الاهليه، بنوضح بعض النقاط في القانون 149 سنه 2019. معانا خبراء مختصين في العمل الاهلي والتنموي والجمعيات الاهليه، بنوضح كل النقاط لاخواتنا رؤساء مجالس اداره الجمعيات واعضاء مجلس الاداره، بندخل في نقاشات وحوارات واسئله واحنا بنجاوب قدر المستطاع على اسئلتهم اللي هو بعض النقاط الغافل عليهم، وبنوضح بعض النقاط في القانون برضو اللي قد يدركها البعض. طبعا الجمعيات الاهليه ليها دور كبير في التنميه. الفكره اللي ماخدينها على الجمعيات بانها هي تاخد كرتونه وتوزع كرتونه وتوزع كيلو لحمه وتوزع مش عارف ايه على، لا احنا عاوزين النهارده نقول لمجلس الاداره لا لابد بانك تعمل مشروعات تنمويه للجمعيات. المشروعات التنمويه كتيره جدا، يكتب اي مشروع ويفتح على منظمات المجتمع المدني المانحه وممكن يتقدم لاي مشروع مانح تديله لو كانت الفكره كويسه عليه ومشروع عمله، سواء في الزراعه سواء في التنميه سواء في الصحه سواء في الطفوله، اي مشروع يتقدم به وده هيجيب دخل للجمعيه. ولابد بان الجمعيات الاهليه تستعين بالمؤهلات العليا والمتوسطه، يدربوا الناس دي على ازاي يتعلم في الجمعية. النهاردة احنا في ندوة من ضمن الندوات ومن ضمن البرامج اللي بتتبناها المكتبة مع مديرية التضامن الاجتماعي مع منظمات المجتمع المدني مع الاتحاد الإقليمي مع الجمعيات الأهلية. الندوة المقصود منها أو الهدف منها نوضح الدور التنموي لمجتمعات لمنظمات المجتمع المدني، وازاي هي دورها انها بتساهم في التنميه، وازاي هي الذراع القوي بالنسبه للحكومه اللي هي بتحقق التنميه الشامله وتبقى فعاله في تحقيق التنميه وفي تحقيق الهدف اللي بتسمى اليه الحكومه لتحقيق تنميه شامله على المجتمع المصري وعلى الفرد المصري، بحيث ان احنا كنا بنتعاون لتحقيق هدف واحد وهو النمو التنموي في كل القطاعات. ندوة النهارده بدور حوالين عدد من المحاور الهامة، خلفية تاريخية ومعلوماتية على العمل الأهلي في مصر، تاريخ هذا العمل وتأثيره والعراقة بتاعته، بالتالي انعكاسه على المجتمع، تنمية المجتمع وتنمية الفرد، ويؤدي نتيجة أفضل وهو سد الفجوات ما بين الخدمات التي تقدمها الحكومة بين احتياجات المواطن وبين قدرات هذا المجتمع المدني في سد الفجوات او تضييق هذه الفجوات لوصول خدمه افضل لمجتمع افضل. وايضا دعوه عامه للشباب ولكل الناس ان تساهم بعمليه التطوع في العمل الاهلي. التطوع ليس بالمال ولكن بالوقت بالجهد بالفكر بكل ما يملك الانسان لكي يساعد في تطوير مجتمعه. كما تناولت الندوة الحديث حول تنظيم العمل التطوعي وتشجيع روح المبادرة لدى أفراد المجتمع. من محافظة الأقصر
إيمان حسن.